بعضهم يقول إن أول ما يجب على الإنسان معرفته هو اليقين بالله، فهل هذا قول صحيح؟ هذا عنده شك، اللي يقول كذا هذا شك، نسأل الله العافية. الاعتراف بالله هذا مركوز في الفطر. الطفل لو سلم من التربية السيئة لنشأ على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. المسلم العبد مفطور على التوحيد، لكن تغير فطرته، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، تغير فطرته. نعم.